شو عم تكتب؟ ما عم اكتب شيء، عم ارسم مخطط. مخطط شو؟ بدي اعرف وين رح نصل. كيف؟ عم حاول يعني ارسم المنعطفات اللي مرت فيها هذه الامه. منعطفات شو؟ المنعطفات التاريخيه. وشو طلع معك؟ دويخه مشربك يا مو هيك. بيكون العالم ماشيين بامان الله هيك، بيجيهم منعطف تاريخي من غايب علمه بيشحطون هيك. لطيف. ما عمل لك يعني مو بنفس الاتجاه؟ لك لو كان نفس الاتجاه ليش لحتى يسموه منعطف؟ يسموه شيء تاني. يعني شو بدهم يسموه؟ يسموه المستقيم التاريخي مو المنعطف التاريخي. ايه معك حق. لا مو واردة. لكن معقول يا رجل منكون ماشيين هيك، بيجي منعطف تاريخي بتفشنا هيك، وبيجي منعطف تاني بيخبطنا هيك، ومنعطف بيعملنا هيك، ومنعطف بينزلنا هيك، ومنعطف 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 ومنعطف. لك والله صارت حياتنا مثل كبكبة الصوف. لكن معقول تكون هيك مسيرة الأمة؟ ها؟ شوف هات لشوف. هاي متاهة هاي. شوف 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 هذا المنعطف. تذكرته هذا؟ تذكرته هذا المنعطف. تذكرته يا لطيف. ولا هذا؟ هذا رهيب. هذا المنعطف رهيب. لولا حلم الله لا زحطنا فيه. لا نحن زحطنا بالمنعطف اللي بعده لاحظ. الله بدك هذا اللي هون خطير. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شوف 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 هذا بتذكره تمام، كان بعام 1900. ويا لطيف رهيب. ولا هذا؟ هذا السهم لوين رايح؟ هذا السهم يعني يدل على منعطف تاريخي هلا قادم، عم ينطبخ جديد هلا هون. كمان هي كمان المنعطفات كبكوب. شوف لي هذا، شوف لي هذا يا لطيف. ذكرته خطير هذا. ها ما رح تزبط معه.